في ظل الطلب المتزايد على المياه في الجزائر، تكثف الجهات المعنية من مجهوداتها لتوفير هذه المادة الحيوية وبالكميات اللازمة، فرأينا محطة تحلية البحر تنجز الواحدة تلو الأخرى. أبرز هذه المحطات التي دخلت حيز الخدمة محطة تحلية مياه البحر بولاية عين تيمشنت، والتي وقفت بها كاميرا النهار على مراحل معالجة مياه البحر. الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة هي 200 ألف متر مكعب يومياً، ما يعادل 200 مليون لتر في اليوم. دونك 200 ميل متر كوب جور، لا برودكسيون سي دو 200 ميل متر كوب جور، ليكيفالون دو 200 مليون دو لتر بار جور. إذن المحطة بدأت التشغيل تاعها في بداية 2010. إذن المحطة يتم تشغيل المحطة بأيادي جزائرية 100%. والصادر في الاستغلال، صادر الاكسبلوطاسيون، وفي مجال الصيانه. 200 ألف متر مكعب يوميا هي القدره الانتاجيه لمحطه تحليه مياه البحر بعين تيمشنت، طاقه انتاجيه معتبره من شانها توفير حاجيات الولايه من المياه، كما تمكنت من تموين ولايات مجاوره ايضا. بعد المرحلتين، صادر لي دوز ايتاب تاع لو بريتريتمون في لو باتيمون دو برودكسيون، كاين المرحله الثالثه اللي هي ترشيح عبر لي فيلتر كارتوش، سي دي كارتوش فيلترونت. دونك ومن بعد هاد الثلاث مراحل نقدروا نقولوا باللي لو بريتريتمون كمل، اون اف تيرميني ليتاب دو بريتريتمون. دونك الماء راه جاهز باش يفوت لمرحله التنضح العكسي عبر 10 محطات اللي هما دي زونيتي دو برودكسيون، لكل وحدة الطاقة تاعها دو برودكسيون اللي هي 20 ألف متر مكعب في اليوم. دونك المياه اللي تنتج تروح للمرحلة تاع لا غومينيغاليزاسيون، نردوها مياه صالحة للشرب وفيها نسبة تاع الأملاح اللي غادي تدخل فيها قبل ما نبعثوها للمواطن. هي إمكانيات مادية هائرة تسعى من خلالها الجهات الوصية وضع حظ لإسطوانة نقص المياه، خاصة في ظل الظروف المناخية المتغيرة والجفاف الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة.